有位地方从古老来with high power and hook the margin and with higher elevation to go. واضح هون انه في عندي فلويد في عندي فلويد والفلويد ماشي في هذا البايب وهذا البايب له كروس سكشنال اريا هون خلينا نفترض انها A1 وهذا البايب هون يعني حكمل الفلو هون وهذا له كروس سكشنال اريا A2 راح يكون في عندي هون فيلوسيتي V1 وعندي هون فيلوسيتي V2 وطبعا راح يكون في عندي بريشرز مختلفة في المكان الأول في المكان الثالث فعندنا هون القاعدة اللي هون في عندي conservation ما في شيء اسمه conservation of volume في conservation of mass وعندنا conservation of انرجي هذول هم المبدئين الاساسيين وراح نفترض انه هذا الفلويد انكمبرسبل اسيوم ان انكمبرسبل فلويد فحتى نحافظ على الطاقه في الكونزرفيشن انرجي نحافظ عليها بين هون وبين هون دانيال برزولي معالج ايطالي طلع فكرة هاي المحافظة بدي أحافظ على الطاقة اللي موجودة إنها 3 times إنها potential energy إنها pressure energy وإنها kinetic energy عندنا ثلاث انواع من الانرجي رح نحافظ عليهم، رح ناخذ ماس معينة M من هاي المادة رح نقول انه عندي half mv1 سكوير زائد هلا رح نفترض رح نمد خط من هون خلينا نمد بالاخضر رح اخذ هون سنتر لاين رح افترض انه هاي النقطة h2 وراح امد هون سنتر لاين راح افرض انه هذا اتش 1 هذا الفرق بين هون دلتا اتش ففي ارتفاع بالهيد اختلاف بالهيد بين البايب الاول والبايب الثاني في اختلاف بالكروس سكشنال اريا بين البايب الاول والبايب الثاني اذا جينا طلعنا هون راح يكون عندي هذا طبعا ام جي اتش 1 هاي طاقة الوضع البوتنشال انرجي اللي موجودة في الماس هناك وهاف ام في 1 سكوير وبعدين عندي هون كمان بي 1 اللي هي البريشر هناك وراح افترض هون انه عندي في 1 كابيتال في مختلفه عن سمول في ها ايش لازم تكون الوحدات الكوانتيتيز هاي كلها تطلع؟ جول لازم تكون كلها جول اوكي فبامكانك تتحقق من نفسك انه عندي ام في جي في اتش ام اللي هي كيلوغرام هاي متر بير سكند سكوير و اتش اللي هي متر واذا طلعت هذول لازم يطلع معك جول اللي هي طاقة الوضع الموجودة في الماس هذه لما برفعها مسافة معينة مقدارها ايش رح تتخزن فيها كذا جول واذا هي بتتحرك على سرعة معينة رح تتغير فيها كينيتيك انرجي وكمان وحدتها لازم تكون جول وكمان اذا عندي ماس معين اذا عندي فوليوم معين من هذا الفلويد وله فوليوم معين وضغط معين هذه نوع من الانرجي وممكن اعمل فيها شغل يعني اي فلويد على ضغط معين ممكن اعمل فيه شغل اذا ضل هذا الفوليوم نفسه ممكن ينخفض البريشر والفرق بين البريشر الاول والبريشر الثاني اعمل فيه شغل بهذا الغاز او بهذا الفلويد في الحاله هاي فهذا حسب الكونزرفيشن اوف انرجي من النقطه الاولى للنقطه الثانيه وما فيش عندي هون بامبس ما فيش شيء يرفع الانرجي مزبوط فلازم الانرجي وفيش لوسز فرضنا فيش لوسز عندنا هون
بعدين راح نطور المعادله بحيث ناخذ بعين الاعتبار اللوسز. واذا في عندي بامبس، واذا عندي هيدروليك بامب، الهيدروليك بامب راح ترفع البريشر تبع هذا الفلويد، فراح تكون ام جي اتش 2 زائد هاف ام في 2 سكوير زائد بي 2 في 2. اوكي، ففرضنا انه هذا نفس هذا. هلا راح افترض انه الفلويد انكمبرسبل، وممكن خلينا نحول اول شيء نحول ام هون، فراح احول هون ام، راح احطها رو ام، راح تكون عباره عن رو 1 في 1 جي اتش 1 زائد هاف رو 1 في 1 في 1 سكوير زائد بي 1 في 1 يساوي رو 2 في 2 جي اتش 2 زائد هاف رو 2 في 2 V2 سكوير زائد P2 V2. هلا هون بسهولة إذا بدكم من البداية بقدر أقول إنه V1 تساوي V2، عندي الفوليوم رح يضل نفس الفوليوم، ورو 1 تساوي رو 2 تساوي رو، لأنه الفلويد هون إنكمبرسبل، فراح يصير عندي V1 رح تشطب مع V1 مع V1 مع V2 مع V2 مع V2، وراح أحوض محل رو بدل رو 1 ورو 2 رح تصير هي رو، فراح تصير عندي رو جي اتش 1 زائد هاف رو في 1 سكوير زائد في 1 تساوي في تساوي رو 2 جي اتش 2 زائد هاف رو في 2 تربيع زائد في 2. ايش الوحدات هون؟ بنظرة سريعة المفروض تعرف شو الوحدات. بريشر مش هيك؟ باسكال، اوكي؟ فممكن المعادلة هاي أعبر عنها بدلالة ضغط. ولازم تتأكد وتأكد لنفسك إنه هاف إنه رو، وحدة رو اللي هي ايش؟ دنسيتي كيلوغرام بير كيوبيك متر، ووحدة السرعة تربيع اللي هي متر سكوير بير سكند سكوير، المفروض هذه كمان تعطيني وحدة بريشر. هاي المعادلة إذا محطوطة في البريشر فورم. وإلها units of pressure. فأنا ممكن أعبر عن هاي المعادلة units of pressure، يعني بقول إذا بديت هون من ضغط معين، هذا كان له ضغط معين، هاد كل واحد من هذول راح يعطيك راح يتحول هذا بهذا الشكل، واليونتس هون كلها بعبر عنها بدلالة البريشر. لكن أنا ممكن أحول البريشر أحوله إلى head. فأنا ممكن أعبر عن البريشر بدلالة head. اوكي، ايش هو الهيد؟ خلينا نحكي هلا